اليقين الايماني وحدانية الله، مش كده؟ يوم ربنا لما يحب يجليها لنا اللي هي القمة الايمانية يقول ايه؟ ضرب الله رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ ايه يعني؟ يريد الحق ان يبين لنا حلاوة الايمان بإله واحد. قال انا هضرب لكم مثل، فيه رجل عبد له شركاء ملكينه، ملكه 10، ويا ليت الشركاء متفقين، انما الشركاء ايه؟ مختلفين. ورجل تاني عبد لواحد بس، ان هو اللي يبقى مرتاح. ليه؟ لانه مرهون بامر واحد ونهي واحد وانفعال واحد وارضاء واحد، انما التانيين اللي الشركاء وياريتهم متفقين، ده لو كانوا متفقين كان هيبقى بينهم لكل واحد منهم هوى متسالم مع الاخر، انما فما بالك ان كانوا مختلفين بقى، ده يقول له تعالى وده يقول له روح وده يقول له عايز وده يقول له اتردد العبد. فكأن الله يريد ان يجلي قمة اليقين الايماني في وحدانية الاله بايه؟ بانه الواحد عبد مملوك لعشرة، ادي الشركاء، وواحد عبد مملوك لواحد، هل هم سواء؟ كل عاقل يقول لا. اذن فايماني باله واحد مريح ليا ولا لا؟ مريح ليا قوي.